دعاء في يوم الجمعه للمحزنين بازاله الهم والغم يا رب لك في يوم الجمعه ساعه اجابه تفضلت بها على عبادك اذا دعوك ان تستجيب لهم وانت الكريم وانت المجيب ونحن عبادك الضعفاء جئناك في يوم حبيب اليك، ونبيك اخبرنا انك تستجيب الدعاء في هذه الساعه، فيا رب اجعلنا ممن يدعونك في هذه الساعه فتستجيب لهم. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وتول امرنا، واعتق رقابنا. فك اسرنا، امن روعاتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا،, أستر عوراتنا اغفر زلاتنا، اللهم لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني الى حولي وقوتي، اللهم انا نستغيث بك يا رب، اجعل الاسبوع القادم اسبوع فتح كبير يا رب، اللهم اجعله اسبوع رزق واسع، اللهم يا مجيب الدعاء ويا ذا الجلال والاكرام، افتح علينا فتحا كبيرا في هذا الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وقد اعتقت رقابنا، اللهم بلغنا ليله القدر هذا العام، اللهم من علينا بعمره قريبه وحجه قريبه، اللهم اجعلنا نعبدك كاننا نراك، اللهم ارزقنا الاحسان واجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا امين امين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد.